السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة غاية في الأهمية لسبب هقول لكم عليه دلوقتي. العمليات الفنية في العنب كتير زي ما احنا عارفين، تقليم، تربيط، توريق، عمليات كتير. أهمهم من وجهة نظري التربيط. في ناس شايفة ان هو عملية فنية عادية او ممكن ما تتعملش. لا، التربيط يعتبر من اهم العمليات الفنية في العنب. ليه؟ تربيط الطراح زي ما حضراتكم شايفين كده. تربيط الطراح يعتبر من اهم العمليات الفنية في العنب. الطراح ده لو ما تربطش ما بيكونش موازي للسلك زي ما احنا شايفين، بيطلع لفوق، فبالتالي لو في بار او جرار بيرش المبيد او السماد الورق اللي انت بترش لهم ما بيوصلش للطراح او ما بيوصلش للعنقود، بيكون طالع لفوق، فبالتالي الشجره ما بتقدرش تستفيد بالقدر المطلوب من المبيد او من السماد الورق اللي انت بترش. انما لو ربطته بشكل موازي للسلك، الرش بيجيب كل الطراح او العنقود لو كان في عناقيد وقت التزهير او وقت خروج البراهم. فزي ما احنا شايفين كده، انا بصور لكم لسبب، عشان في ناس بتسيب الطرحات ما تربطهاش، يعني ما بيحبوش يكتروا التكاليف فبيسيبوا الطراح ما يربطوش. لا، مفهومهم غلط. لازم نربط الطرحات على السلك زي ما احنا شايفين كده، لازم. عملية فنية مطلوبة جدا جدا جدا، لازم نربطها، لابد من التربيط بعد التقليم طبعا. ونقلل عدد الطرحات برضو عشان ندي جودة للعنقود لما يطلع. ده عنب فليم بعد التقليم والتربيط.